نسينا جاي تعمل ايه معاه بعد ما بدلنا ما نسينا نسينا جاي تعمل ايه معانا بعد ما بدلنا مسكينا مسكينا احلى ما في عمرنا احلى ما في عمرنا ومن عواطف ولقينا اللي بقلبه بيعيش في شكوى اكتر من يغيب الرهيب قلب يعيش في شكوى أكتر من يغيب تستبيبه نظرة أو تحترق بالحب سنينه قلب ضايع في العيون الشاربة من حب وحنين قلب ضايع في العيون الشاربة من حب حنين وناكر أحلى إنه إنسان بيسعى ليه قلبا بيعير هاي تعمل كفى هو كفى
كيف يطير مكسور منكسر مكسور جناح جاي تعمل ايه جاي تعمل معانا عادي ما بدل نسينا نسينا جاي تعمل معانا عادي ما بدل ترى سقينا سقينا أحلى ما في عمرنا سقيناك ما سقينا في عمرنا قوم العواطف مالكينا هايل يا معتز هايل. شوف يا معتز انت حققت هدف من اهداف البرنامج لانه على مدى سنوات نحن ما بنقلد الفنانين اللي بيغنوا نحن بنقدم الالحان بالرؤيه يعني انت لما غنيت اللحن غنيت انت ولم تذهب لتستلف من الجابري ده هدف من اهداف البرنامج انه الناس يغنوا الالحان السودانيه يؤدوها بمشاعرهم لتعيش هذه الالحان يعني جمال يغني لصلاح من الباديه او يغني لعثمان حسين يغني جمال مصطفى السني يغني لعبد العزيز او يغني لحسن عطيه يغني هو دلوقتي بيتنا فهيمه هتغني لسيد خليفة بس هتغني فهيمة والسيد خليفة هذا هو هدف نحن نسعى له إنه الناس يغنوا الألحان ولا يستلفوا من السابقين غني يا بنتي العزيزة Yeah.
إلى فهيمة هايلة يا جمال، أبدعتم.